السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم راني جبت لكم بروسيط نتاع طمينه بالفرينه وتقنطه بالفرينه، تجي بنينه بزاف. وجدوها المولد النبوي الشريف، سينو نزيد المره عندنا جينيرالمون كي تزيد نوجدوها التقنطه بالسميد وال وسلو طمينه بالفرينه. هاد الصوالح جينيرالمون كاع نوجدوهم مرمون اللي تزيد المره. الو اليوم ديجا راني نرد على باسكو اليوم مولد النبوي الشريف، وانا بارطاجيتها معكم حتى اليوم. مي ما تهيبوهاش باسكو ساهله، تنجموا توجدوها في 5 مينوت وتكملوا معاها. كيما راكم تشوفوا تجي بنينه بزاف والشكل اختياري. نروحوا نشوفوا لي زانغريديون. هنا انا درت كونتيتي صغيره، الو حكمت رطل الفرينه 500 غرام فرينه راني قليتها. نجموا تقلوها في الطاجين فوق النار، سينو ديروها في بلاط دخلوها الفوق ساعه ساعه تخلطوا. هنا انا ما قليتهاش بزاف بزاف، مي درت لها واحد ليطاب من بعدها باش تولي لي مارون. الوغ تنجمو في الديبي تقلوها غايه حتى تحمر لكم، ابغي تحبسوها. هذاك ليطاب اللي غادي نديرها انا مع التالي ما ديروهش. الوغ هنا درت 500 غرام فرينه، 250 غرام مارغرين، 100 غرام زيت وعلى حساب الحاجه تنجمو تزيدوا. والدنا 170 غرام نتاع سكر غلاس، وهنا جنجلان مطحون، جنجلان حب، لوز والكاوكاو. مكسرات اختياريه اللي تكون عندك، اختياريه بلوتو اللي تكون عندك ديريها. الوغ نحكموا لاكاسول تاعنا، نديروا فيها 250 غرام نتاع مارغرين. كيما قلت لكم راني درت كونتيتي صغيره، درت رطل فرينه. نجمو نسيو الاولى بالكيلو دوبو لزاد les ingrédients. Alors 500 g farine, 500 g 250 g margarine. نديروها في كاسول تاعنا ندوبوها، نديروها فوق النار نخلوها تذوب. كيما راكم تشوفوا نزيدوا عليها هاد 100 غ نتاع الزيت، نوزنوه بالغرام صحه. وهنا الزيت كيما قلت لكم على حساب الحاجه، الا شفتوها ناشفه زيدوا الزيت حتى اللي تشوفوها ولات شويه جاريه. هنا راني حكمت فرينة تاعي، هنا راهي تبان بلو كلير في لافوتو في الفيديو، راهي تبان كلير على اللي قديتها، هي ما راهاش هكا مع الفلاش راهي شويه تبان كلير. نتوما سيو فونسوها على هادي، على هادي. نصفي الفرينة تاعي كيما راكم تشوفوا، فوالا. نحكمو هذاك الدهان تاعنا اللي دوبناه وزدنا عليه الزيت، 250 غرام تاع الدهان و100 غرام تاع الزيت. هنا من بعد انا زدت الزيت ونخلطو ونردوهم فوق النار. كيما قلتلهم هذه هي ليطاب اللي غادي نزيدها انا باسكو ما قليتش فرينه بزاف. نخلطو غايه ونردوها فوق النار حتى تولينا فونسي. مي هنا راكو تشوفوا راهي ناشفه، نزيدو الزيت نبقاو نزيدو غير بشويه حتى تولينا شغل جاريه. راكو تشوفوا هنايا كل واحد الفرينه تاعها كي تشرب كي ما تشربش. الو انا هنا راني زدت زيت ونوريكم بعدا، راني درتها فوق النار ابخي قاعده نزيد في الزيت. فوالا راكو تشوفوني يعني نزيد غير بشويه ماشي بالبزاف. ونشوف من ولات جاريه حبست حتى ولات لي كي من هكا. فوالا نبقى نخليها فوق النار، مي نبقاو نخلطوا ما نحبسوش حتى تولينا فونسي. لان نجمو خدوها كلير مي فونسي تعطيك هذيك النظره تاعها تجي شابه حتى ولات لنا كي من هكا. راني قلعت الفلاش باش تبان لا كولور تاعها نيشان. فوالا نعاود ناكد معكم نبقاو غير نخلطو سينو تلصقنا الفرينه، دير هكا تنحرق. نحكمو الريسيبيون تاعنا، نديرو فيه هاد الفرينه كيما قلت لكم 500 غرام فرينه مقليه و 250 غرام مارغرين و 100 غرام زيت. مي انا عاود زدت قلت لكم حتى تولي لكم هكا جاريه، تبقاو نزيدو غير بشويه حرزوا لي فرع لكم الزيت غير بشويه ونديرو. هنا راه عندي 170 غرام تاع سكر غلاس نغربلو ثاني ونحطوه فوقه. فوالا نصفو غايه باش هذوك الحبيبات وكاع ما يقعدوناش داخل. ونخلطوا هذا سكر غلاس مع هذيك الفرينه،
قلت لكم نوجدوها في سامين يوسف بوغ سا لونسيتها معاكم حتى الطريقه التاليه، وعلى بالي اللي تبغي ديرها غادي ديرها جهه سهله برخف توجدها وتحطها في ديال السهره تاعنا تحطها فوالا. خلطنا معها السكر غلاسي، هي 170 غرام سكر غلاسي. هنايا عندي جنجلان مطحون وجنجلان حب، خلطتهم مع الفرينه وسكر غلاسي. وهنا عندي الكاوكاو تاني مطحون. هنا المكسرات الاختياري نجمو نديروها غير بالكاوكاو والجنجلان، شاولا الجنجلان يليق يكون حاضر. ولا ما كانش عندك اللوز ديري غير الكاوكاو وكثري شويه طحن حمصيه وطحنيه وديريه. هنا زدت اللوز به بقشوره طحنته ودرته تاني. نجمو لي عندها اللوز حب تاني تزيده معاه شويه. والجنجلان كيما قلت لكم النص نطحنوه والنص نخلوه هاكا حب حب. الوغ نحكموا لاسيات تاعنا ونجو هنا جوست باش نزوقوها. راكو شفتوا لا فيديو ما قعدتش معاكم بزاف، مي كاينه اللي تشد شويه وقت غير من كي نكونوا نحمروا فيها فوق النار العجينه. كيما قلت لكم ليطاب الاولى من تحمصوا من تقلوا الفرينه تاعكم قلوها غايه وصاي. وهنا لاسيات نزوقوها كيما نبغوا كل واحد والزواق تاعها. نجمو نحطوها غير كيما في لاسيات صغار، انا هنا درت اسيات كبيره فوالا. هنا راني زوقتها في لوتور شويه كركاع شويه هادوك لي فلور ارتيفيسيال شويه كيما نبغوا شويه لوز في الوسط كيما قلت لكم اختياريا. نجمو نديرو شوي ندير غير في لو تور تاعها، كاين ايدي وحده اخرى تاع زواغ غير في لو تور تاعها نديرو شويه لوز افيلي وفي الوسط نديرو غير حاجه خفيفه تجي روعه. هي العمده على لوغو كيسك لوغو تجي بنينه الزواغ غير باش نزوقو الطابله تاعنا وصاي. هنا درت كي شغل اون فلور باللوز وهذه فاش مليحه هاد الطومينه نجمو نديروها هنا في كيما هاد الطومينه تاع الفرينه. هنا في الجزائر نعيطو لها الطومينه تاع الفرينه، مي في المغرب يقولوا لها سلو، في المغرب يقولوا لها سلو. الوغ نجمو نديروها باسكو تشد لنا حتى العام ما تخسرش، جوست ما نديروش فيها الداخل الكركاع. هذه دائما نقولها لكم ما نديروش كركاع باسكو الكركاع والمزهر ما نديروهمش باسكو يغمل كشغل يغمل هذاك الكركاع الداخل. هادوك المكسرات اللي قلت لكم كيما تبغوا ديروا غير كركاع ايفيتوها. نجمو نديروا كونتيتي كبيره تبعد لنا حتى العام ما تخسرش. الوغ نتمنى تعجبكم لا ريسيت وتجربوها ان شاء الله. وعلى بروجيم صحه مولودكم. سلام.